اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة كفر قلم بالجليتر. هنجيب قطعة جليتر صغيرة 15 سنتي الطول و3 سنتي العرض، وهنجيب كمان قطعة 1 سنتي طول 1 سنتي العرض، وكمان 20 سنتي الطول دي اللي هنغلف بيها القلم. هنجيب قلم رصاص، هيكون معانا مقص. هنقطع القطعة دي لثلاث قطع بس مش هنفرقهم عن بعض، انا معلمة بين كل سنتي وسنتي بالقلم الرصاص عشان تبقى مظبوطة. هنقصها بالمقص وهنسيب منها فراغ صغير مش هنقصه، وهنروح برضو للقطعة التانية وهنعمل فيها نفس النظام. هنسيب فيه فراغ برضو قطعة من فوق مش هنقصها. هنشيل اللزق اللي على الجليتر اللي هو الورقة، عادي انتي ممكن تعمليه بجليتر من غير لزق. وهنعملها ضفيرة، هنجيب القطعة دي على القطعة دي كأنك بتعملي ضفيرة بالظبط، القطعة دي كده عليهم. هنجيب دي على دي، ونفضل ماشيين للآخر بالشكل ده كده. هنيجي عند الديل وهنفضل نلف فيها بالشكل ده كده، وكده شكلنا الوردة، وردة جميلة وبسيطة بالجليتر. طريقتها سهلة قوي، ممكن تكبري فيها ان انتي تقطعي مثلا بدل 3 سنتي 4 سنتي وتكبري في عرضها عن كده. هنيجي عند القطعة دي اللي هي اللي احنا قطعناها 20 سنتي، وهنشيل من عليها اللزق، وهنيجي عند القلم من تحت. هنلزق عليه الجليتر، طبعا انت لو حابه تلزقي القلم كله بتكبري عن كده، انما انا هلزق جزء من القلم. يكون معايا بالشكل ده كده، هنجيب الوردة كده، دي الوردة من فوق هنجيبها من تحت، وهي ممكن نلزقها بالشمع لو الجليتر مش بيلزق، انما الجليتر هنا بيلزق. وبرده ممكن اثبت عليه بالشمع تثبيت وادخل فيها القلم من تحت الوردة بالشكل ده كده. كده عملت كفر قلم بالجليتر وردة بطريقة بسيطة وسهلة،
يعني احنا ممكن نيجي هنا ونحط شمع ونثبتها اكتر. كون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.